قبل أن نبدأ فلنتأمل، ومع نقاط للتأمل. خير الأمم أمة يتأثر فيها جميع الأفراد للإهانة التي تقع على واحد منهم. لتكون تقيا عليك باتباع معادلة واضحة: لا تجعل الله يراك حيث نهاك. التاريخ يعيد نفسه، لماذا؟ ربما لأننا لم نتعلم الدرس أول مرة. الحكمة بأن لا يسمح الإنسان لنفسه بالغباء لأكثر من 5 دقائق في اليوم. يقول: تعلم تعلم، فقلب ليس فيه شوق للعلم كالبيت الخراب ليس فيه عامر. نحن نحب الأصحاب ليس لأنهم يسلونا، بل لأننا نسليهم. سرك أسيرك، فإذا بحت به صرت أسيرة. إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكان. ونختم مع ابن المقفع، حيث يقول: إذا سألت كن حكيما، فالواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين، فلينظر امرؤ أين يضع نفسه. إلى الخيل والفرس في الأدب العربي. أحد الشعراء يقول في وصف خيول الحرب: كأن آذانها أطراف أقلام تخوض في فرجات النقع دامية. وفي جمال الحصان تقول شاعرة: له صدر طاووس وفخذ نعامة، ووثبة نمر والتفات غزالي، ويعجب من ذا كلما حط حافرا يخط هلالا من وراء هلالي. أما الآن فنذهب في رحلة 1000 ليلة وليلة. روايات 1000 ليلة وليلة، أو كما يسمى بالليالي العربية، تناقلت عبر القرون بدون معرفة راويها أو واضعها الأصلي. ظهرت هذه القصص قبل القرن 10 ميلادي في الشرق الأوسط. ومن هذه الروايات طرحت الشخصيات البطولية التي اشتهرت في كل مكان في العالم، مثل السندباد البحري وعلي بابا والأربعين حرامي وعلاء الدين والمصباح السحري. البطلة الأسطورية لهذه الروايات هي الفتاة الذكية المثقفة الحكيمة والمتعقلة شهرزاد. شهرزاد تلك البنت الكبرى لرئيس وزراء الملك في مملكة تقع في مكان ما بين الجزيرة العربية والصين، وكان لشهرزاد أخت صغرى تدعى دينارزاد، أما الملك فكان السلطان شهريار. ويعتقد أن شخصيات شهرزاد وشهريار لم تضع إلا لحبك القصص الكثيرة وربطها ببعضها البعض. قصة شهرزاد هي من الخيال المحض، وقد ظهرت مع زوجها شهريار ذي اللحية الزرقاء في النسخة الفارسية من هذه الروايات، والتي حوت تقاليد وحضارات الشرق المتنوعة. فالقصص الخيالية التي وردت عن السحرة كانت فارسية الأصل، وتلك التي حوت الطرائف والأحاجي والعبر كانت عربية الأصل، كما ضمت قصص 1000 ليلة وليلة روايات ذات أصل صيني وياباني. في أواخر القرن 8 ميلادي عرضت هذه القصص في بلاط الخليفة هارون الرشيد، والذي كان راعيا للأدب والفنون. أعجب هارون الرشيد بهذه القصص، وزاده
الرواة إطراء بأن جعلوا منه بطلا للعديد من رواياتهم. ومن هنا بدأت شخصية هارون رشيد تظهر في ألف ليلة وليلة. استمرت هذه الروايات تنتقل عبر السنين شفهيا حتى تقريبا سنة 1400، قام طلبة مصريون بتسجيلها كتابة، وبعدها أخذت نسخ من هذه الكتب إلى البلدان الأخرى.